متابعينا متابعي تقصي العرب، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نستعرض معكم الحاله الجويه المتوقعه خلال الايام القادمه. ارتفعت درجات الحراره نهار هذا اليوم الاحد مقارنه بالايام الماضيه، ونشطت الرياح الشرقيه على فترات مع ساعات الصباح والظهيره. خلال الليله القادمه هنالك اسماريه للاجواء البارده في عموم المناطق، لكن هذه البروده هي اقل مقارنه بالايام الماضيه. اسماريه للاجواء المستقره نهار غدا الاثنين، لكن مع نشاط في الرياح الجنوبيه الغربيه في مقدمه منخفض جوي متوقع أن يصل إلى المملكة بعد مشيئة الله الثلاثاء، مسببا عودة الأجواء الباردة والماطرة في شمال ووسط المملكة بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن خرائط الضغط الجوي السطحي التي ساهمت بعد مشيئة الله في نضوج ووصول هذا المنخفض الجوي. هنالك تشكل لهذا المنخفض إلى الجنوب الغربي من الأراضي التركية. تحرك هذا المنخفض الجوي عبر البحر الأبيض المتوسط وجزيرة قبرص مسرعا نحو الشرق، ليصل مع ساعات نهار الثلاثاء ويتمركز إلى الغرب من الأراضي السورية، وتعبر إثر ذلك جبهة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة بشكل لافت الثلاثاء. هبوب رياح نشطت السرعة وهطول الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى بمشيئة الله. يوم الأربعاء يتحرك هذا المنخفض الجوي بعيدا عن المملكة، وتنحسر إثر ذلك الفعالية الجوية في عموم المناطق. درجة الحرارة الصغرى المتوقعة هذه الليلة في عمان هي 9 درجات مئوية مع ظهور للسحب المتوسطة والعالية غير الممطرة. أما التوقعات خلال الثلاث أيام القادمة، 13 درجة مئوية هي العظمى المتوقعة نهار الاثنين في العاصمة عمان، تنخفض إلى 9 درجات مئوية فقط في يوم الثلاثاء مع تأثير هذا المنخفض. أجواء باردة غائمة ماطرة في شمال المملكة، تكون هذه الأمطار هناك غزيرة، تكون أقل غزارة بمشيئة الله في المنطقة الوسطى جنوب وشرق المملكة. سيقتصر التأثير على هبوب لرياح نشطة، هذه الرياح ستكون أقل من الرياح التي أثرت خلال المنخفض الماضي والذي اعتبرت في بعض هباتها الأقوى ضمن تاريخ أو ضمن السجلات المناخية الأردنية. يوم الأربعاء تستقر الأجواء وتعود درجة الحرارة إلى الارتفاع بشكل مؤقت، مع ذلك تستمر ضمن معدلاتها أو في سياق معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام. كل ذلك حتى اللحظة. كان معكم الدكتور أيمن صوالحة من كادر التنبؤات الجوي في تقصي العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق تقصي العرب على الهواتف الذكية. دمتم برعاية الله.